تقريبا جزء او ركن اساسي في اي جامعه. فزي ما قال الدكتور منصور كده انه دي هتبقى بدايه لجامعه الخصوص. فاحنا نعشم ونامل ان احنا يكون لينا يد في ان احنا نقول البدايه ان شاء الله تبقى على ايدينا احنا يعني ان شاء الله، ونقول اللي لقيناه في الملف هنلاقيه على ارض الواقع، وناخد ان شاء الله ناخد الموافقه من لجنه القطاع، ويكون لينا يد في ان احنا عملنا بدينا البدايه دي.